أهلا وسهلا فيكم من جديد. بهدف نشر ثقافة الابتكار والريادة بين الشباب، تم تأسيس مبادرة اسمها رحلة إلى الابتكار. هاي المبادرة تأسست عام 2010 وقامت بالعديد من المشاريع والفعاليات لحتى دائما تقدم الأفكار وتفتح المساحات لحتى تعطي المجال للشباب لحتى يبدعوا أكثر بأفكارهم ويطلعوا بمشاريع ريادية خاصة فيهم بتعود عليهم طبعا بالنفع الشخصي. رح نتحدث أكثر عن هالمبادرة، وبداية بدنا نرحب بهناء البلبيسي. هناء هي صاحبة شركة وفر لي، وهي مشاركة بالمشاريع اللي بتقوم فيها هالمبادرة لحتى تنقل لهم أكثر تجربتها بمجال عالم الريادة. أيضا بدنا نرحب بجنى شعشاعة، جنى مشاركة بالمبادرة، وأيضا بدنا نرحب بزينة قيسية، زينة منظمة، وأخيرا بدنا نرحب بمؤسس المبادرة وصاحب فكرة المبادرة واللي هو بلال رسلان. أهلا وسهلا فيكم جميعا، كيف حالكم؟ تمام. أهلا وسهلا بلال، ببدأ معك بما أنك أنت مؤسس المبادرة، يعني احكي لنا أكثر عن فكرة مبادرة رحلة إلى الابتكار. زي ما حكيت أنتوا بلشتوا بعام 2010 وبتعملوا على نشر ثقافة الابتكار والريادة لحتى يطلعوا الشباب بأفكار ريادية وبالتالي بتتحول إلى مشاريع على أرض الواقع، فاحكي لنا أكثر عن هالمبادرة. أول شيء صباح الخير. صباح. ميس، نحن مبادرتنا زي ما أنت حكيت عمرها 4 سنوات، هدفها نشر ثقافة الريادة والابتكار بالمملكة بين الشباب. أهم مشاكلنا بالبلد البطالة وقلة الموارد الطبيعية. هذا الحكي نحن بنحاول نعالجه بزيادة الوعي نحو التشغيل الذاتي والريادة. معدلات البطالة بالأردن لا يستهان فيها، إحصائيات بتحكي بالربع الثاني ل 2014 معدلات البطالة عندنا 12%. دعم ثقافة الريادة والابتكار بيساعد الشباب إنهم ياخذوا أفكارهم على نحو الجد ويطبقوها ويعملوا مشاريع نوعية على أرض الواقع، وهذا الحكي بيساهم ولو بجزء بسيط بتحسين مستويات البطالة عندنا بالبلد. نفس الشيء الابتكار يعنى بالاستغلال الأمثل للموارد القليلة اللي موجودة عندنا في البلد، فالاستغلال الأمثل لهذه الموارد هو ابتكار. فنحن عشان هيك بنشتغل على هدول المفهومين مساهمة منا ولو بجزء بسيط بحل مشاكل الشباب اللي موجودة. ونحن كلياتنا بنؤمن إنه إن لم تكن جزءا من الحل فأنت جزء من المشكلة. فمنحاول بإمكانياتنا البسيطة كمتطوعين بهاي المبادرة إنه نوعي الشباب ونقول له إنه ما في داعي لما تتخرج يكون الحل الوحيد قدامك الوظيفة التقليدية، لأنه ما عادت الحكومة أو حتى الشركات الخاصة قادرة على مجاراة العدد الكبير من الخريجين اللي عندنا في البلد. نعم. سوق العمل ما بيستوعب هذا الإشي، فلازم يكون في عندنا حلول نوعية مختلفة. فإحنا بنحاول نوعي الشباب ونحكي لهم إذا عندك فكرة ممكن تبني عليها تطبق هذا المشروع على أرض الواقع وتعمل على تشغيل نفسك أولا والآخرين. صحيح. طيب خلينا ننتقل لهنا. هنا أهلا وسهلا فيكي. أنت صاحبة شركة ريادية، طلعتي بفكرة ريادية وسميتي شركتك باسم وفر لي، ورح تشاركي زي ما حكيت بالمشاريع وعم تتعاوني طبعا مع مبادرة رحلة إلى الابتكار لحتى تعطي هالشباب الدفعة القوية والدفعة اللي بتخليهم أنهم يمضوا إلى الأمام ويكون في عندهم أفكار ريادية لحتى تورجيهم أيضا أنه أنت قصة واقعية، أنك أنت حولتي فكرة إلى مشروع على أرض الواقع. فاحكي لنا بداية عن شركتك، شركة وفر لي، وبعدين عن مشاركتك بالمبادرة. أوكي. وفر لي هي فكرة نشأت من الأوضاع الاقتصادية بالأردن بال 2013. بال 2013 عمان كانت رانكت رقم واحد كأغلى مدينة عربية. فهاي حاجة، الغلاء المعيشي عم بيأثر، كان طبعا الكل بيعرف أنه مؤثر على المستهلك، بس هذا الغلاء المعيشي زي ما عم بيأثر على المستهلك عم بيأثر على أصحاب المحلات، لأنه أصحاب المحلات ما عم بيقدروا يبيعوا لأنه ما في قوة شرائية كبيرة. ففي عنا حاجة هون وحاجة هون، في مشكلة. أصحاب المحلات بدهم طبعا الحل الوحيد هو أنه يعمل خصومات وتنزيلات وعروض أنسوان، بس عندهم عقبة بطريقهم أنه كيف بدهم ينشروا هدول. إذا في عندك عروض يومية كتير صعب تنعرض لأنه كوست ومش عملي، السيستم اللي موجود عندنا هلأ مش عملي. قد ما أنه موجود فينا أنه الجانب الآخر أنه الأردنيين والأردن بشكل عام
تبنيها للهواتف الذكية واستعمالها للتطبيقات عم بيكون بنمو مستمر. ففي هون فرصة وفي هون حاجة، ففكرنا إنه الحل شوي بسيط إنه نطلع بتطبيق على الهواتف الذكية بنشر عروض وخصومات المحلات للمستهلك، فبيكون الديزاين تبعه كتير إنه بيكون براكتيكال، إنه الواحد مثلا يقدر يشوف مصنف حسب كاتيجوريز معين، مثلا تقدري تفوتي تشوفي البقالة لحال، الملابس لحال، يعني كل اهتمام لشخص حسب محله. نحاول نعمله as practical، عملي قدر المستطاع. منغير بالديزاين عشان في عنا مشاكل طبعا بتطلع، منغير بالديزاين وفزنا جائزة. هلا كنا عم نحكي بهذا الموضوع عشان انه نحاول نرضي الطرفين قد ما بنقدر، والمستهلك بشكل المستهلك. طبعا خاص. نعم. طيب اول مشاركة لك بواحد من المشاريع اللي بيقوموا فيها مبادرة رحلة الى الابتكار، اول مشاركة؟ هاي اول مشاركة. طيب ايش الاستفادة، يعني انت ليش شاركتي بهالمبادرة؟ شو اللي بدك تقدميه؟ شو الخبرة اللي بدك تقدميها انا اوكي للجمهور. فريق تريبتو انوفيشن حكوا لي انه هم اجوا حكوا انه هم في عندهم طلاب، وهي الطلاب كلها بيكون عندها افكار، بس دائما بيكون في عندهم كثير مشاكل، وهي المشاكل بتوقفهم. فبتصير في الفكرة اللي ممكن تتنفذ اليوم عم تاخذ وقت كثير اكثر حدا اذا تنفذت بعد الوقت الاكثر. فحبوا انه اشارك انه كيف انا فكرت بالفكره، وكيف تخطيت العواقب العقوبات هاي، وانه بلشت امبلمنتيشن فيها. فحبيت احكي معهم، وصراحه حبيت قد كانوا الكل قاعد والكل مبسوط، والكل كان كثير مهتم يسمع اكثر، وكثير سالت اسئله، فحسيت اني فديت واستفدت، وحبيت اشوف قديش الليفل اوف الشغف عند الناس انه يعملوا شيء ويسمعوا ويتعلموا. حلو. فصراحه الاستفاده كانت مني ولي منكم. يس. طيب ننتقل لجنى. جنى انت سنه ثانيه جامعه زي ما حكيتي لي، وانت مشاركة بشكل مستمر وبشكل فاعل دائما بالفعاليات والورشات التدريبية اللي بيقوموا فيها، ورشات العمل اللي بتقوم فيها المبادرة. فاحكي لنا، يعني بما انك انت سنة ثانية جامعة، شو عم تستفيدي من مشاركتك بسواء ورشات العمل او بالفعاليات اللي بتقوم فيها المبادرة؟ هلا انا شاركت بي تي اي 3 مرات او مبادرة رحلة الابتكار. هلا كل مره كنت استفيد بطريقه غير، يعني كل مره سبيكرز جداد، حتى اللي معنا المشاركين يعني بتعرفي على اكثر من حدا، كل حدا عنده افكار غير. هلا قبل تي تي اي انا كان كثير عندي افكار براسي ملخبطه يعني وهيك، فتي تي اي نظمت لي الافكار. وصراحه انصدمت قد ايه عندنا شباب يعني عندهم هاي كرياتيفيتي، ويعني ناس بتفكر. فجابوا لنا تي تي اي امثله زي هناء يعني وغيرها، انه فرجونا كيف ناس كانت عندهم فكره كثير بسيطه حولوها لشيء كثير ناجح هلا. ويعني تي تي اي هي وسيله لانه لا ياخذوا اول خطوه بالرياده. طب هلا انت زي ما حكينا انت سنه ثانيه جامعه، لما تتخرجي من الجامعه بتفكري انك انت تعملي مشروع خاص فيكي، ولا بدك تتوجهي انك تشتغلي مثلا موظفه بواحده من الشركات سواء الحكوميه او الخاصه؟ هلا اكيد بفضل يعني اكون رياديه وافتح شركة خاصة فيه، يعني لأنه يعني الواحد لما يكون عنده فكرة ويعني بشوف احتياجات بلده، يعني الأردن قد عندنا أشياء فيها نقص مثلا بإشي معين، فإن شاء الله إنه إذا لقيت فكرة أو هيك إنه إن شاء الله أكيد إن شاء الله. طيب ننتقل للمنظمة بالمبادرة واللي بلشت معاهم من هي بالمدرسة واستمرت معاهم حتى وهي بالجامعة، اللي هي زينة. زينة احكي لي إيش طبيعة عملك معاهم كمنظمة؟ أنت متطوعة بالمبادرة، فشو طبيعة العمل اللي بتعمليه والتعامل بتتعاوني فيه مع مبادرة رحلة الابتكار؟ هلا أنا بلشت من أنا بالمدرسة، رحت أول إشي كمشاركة على رحلة الابتكار، ما كان كنت صف 10 وما كنت أعرف إنه إيش الريادة وإيش الشركات الناشئة أو هيك. فكان هاي أول يعني حدث بصير بالأردن بالنسبة إلي إنه بشوفه بحكوا عن الريادة، فكتير حبيت كيف بكون في عنا نحنا إنه مثلاً متحدثين بحكوا لنا قصص نجاح، وأنا كنت أفكر إنه الإشي كتير صعب الواحد يفتح شغله الخاص وهيك. وبعدين نحنا إنه تي تي آي ما بنعمل مثلاً، ما بيكون إنه كله ورشات عمل، بكون في مثلاً ألعاب جيمز نعملهم كمان مسابقات، فكتير حبيت انه كيف الفكره بشكل عام. هلا بعدين قدمت طلب تطوع وقبلوني، وصرت اول شيء بلشت معهم انه اكتب ارتكلز انا انه بالجرايد عن مقالات عن رحله الابتكار، وكمان انه بتسجيل كيف نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنجذب المشاركين معنا، يعني احنا هلا بنعتمد بس على مواقع التواصل الاجتماعي. وبنالي كتير يعني خبرة بأنه أنا كيف أعمل ماركتينج لأشي، وكيف أنا أتعرف أكتر على الريادة، وكيف
يعني أعرف كيف الأدوات اللي لازم أستعملها عشان أبلش مشروعي. بعدين كملت معهم بالجامعة. هلا أنا بـ TTI يعني مننظم التسجيل زي ما قلت لك، نعمل فلترة الطلبات، بعدين منحاول نلاقي أحسن مكان تنعمل فيه رحلتنا، لأنه نحن كل مرة بنلاقي محافظة بنلاقي محل كبير عشان عنا زي ما قلت لك أكثر من إيش نعمله، ومندور على سبيكرز يكونوا ملهمين وقصص نجاح إنه يستفيدوا منها الشباب. حلو. وكمان إنه نعمل مسابقات، بنفكر إيش أحسن جيمز لها علاقة بالريادة والابتكار والإبداع. حلو، يعطيكم العافية. طيب بلال، زي ما حكت زينة إنه أنتوا عملكم عملكم مش بس مقتصر على العاصمة أو بمنطقة معينة، أنتوا انتشرتوا أيضا بالمحافظات، يعني الخدمات اللي بتقدموها أيضا منتشرة بالمحافظات، فقديش عدد المستفيدين من المبادرة إذا نحكي على مستوى العاصمة وأيضا يعني على مستوى المحافظات؟ عدد المستفيدين لحد الآن يعني بزيد عن 2500 منتفع أو مستفيد من ورش العمل اللي بنعملها. إحنا بالفترة الأخيرة ولقدام حيكون تركيزنا أكثر على المحافظات، يمكن العاصمة يعني الفرص الموجودة بالعاصمة للشباب تعد جيدة مقارنة بالمحافظات، زائد إنه عملنا بالمحافظات كان يتحول لقصص نجاح كبيرة صراحة. العدد، عدد الأفكار الريادية الموجودة في المحافظات عدد كتير كبير. دائما لما نروح على المحافظات بتمنى إنه يكون عندنا إمكانيات أكبر لتبني عدد أكبر من الأفكار، لأنه إحنا في النهاية مبادرة من متطوعين إمكانيات بسيطة، بنحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على الأفكار الرائعة الموجودة في المحافظات، الأفكار النوعية، الأفكار الريادية، بس بتضلها إمكانياتنا شوية محدودة. وهون إحنا بنحاول نقوي علاقتنا مع الجمعيات والهيئات سواء الحكومية أو الأهلية اللي بتشتغل شغل شبيه بشغلنا، مشان نقدر نوصل لقطاعات أكبر من الشباب والرياديين خارج بعيد عن مركز العاصمة. ويعني بتخيل انه لحد الان النمو تبعنا نمو جيد ومبشر بالخير ان شاء الله. طيب ختاما انا بدي اشكركم، بعرف انه بتحب انت تضيف بس مشاركه بسيطه جدا، اذا بدنا ناخذ بس دقيقه زياده عن موضوع ورشه العمل اللي اقمتوها بسلط مؤخرا وشاركت فيها مجموعه من المحافظات الاردنيه، احكي لنا عنها سريعا. اخر ورشه كانت لنا بالسلط يوم السبت الماضي، كان فيها شباب وشابات من كافه محافظات الاردن، كانت ملهمة جدا. كان عندنا 5 سبيكرز من يعني افضل الرياديين تقريبا على مستوى البلد. حيكون عندنا الفعالية القادمة، حيكون عندنا يوم تدريبي مكثف للرياديين اسمه ريادة 101، فيه اساسيات الريادة. بندعو نحن لكافة المشاهدين والشباب اللي عندهم افكار ريادية انهم يفوتوا ويسجلوا عندنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نكون على تواصل مع بعض ويعرفوا اكثر عن فعاليتنا. احنا اسمنا على الفيسبوك TT Innovation من Trip to Innovation أو TTI على الفيسبوك وعلى تويتر. أي حدا بسمعنا هلا تحمس للفكرة يفوت عنا على مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتنا، ونحن حنكون على تواصل معهم، حيعرف أكثر عن نشاطاتنا. ممتاز. إذن أي شاب عنده، شاب أو شابة طبعا لما نقول شاب، عندهم أي فكرة ريادية بيقدروا أنهم يتواصلوا معكم لحتى يطوروا أكثر أفكارهم، وإن شاء الله كلها تطبق على أرض الواقع. ختاما بدي أتشكركم، شكرا لكم ويعطيكم العافية جميعا بالعمل اللي عم بتقوموا فيه. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا.